طرحنا لهذا الحوار وطلبنا لهذا اللقاء كنا نبغى نبدأ من هذه النقطة، طيب. الكرة الأرضية اوه مسطحة أو كروية. ومو اوه هذا وسؤال، أنا ما نبغى الجواب العلمي هنا، المشكلة عندنا طيب. إنه لها تاريخ من مفكرين إسلاميين أو مسلمين، وبعدين جاء مؤخرا في العلماء المعاصرين جاءت فتاوى من علماء قد يعني لهم مكانتهم وثقلهم وكل شيء، وقالوا انه والله مثلا الكره الارضيه ما تتحرك في المجره، هي ثابته. يعني صار في سؤالي هو لما المفهوم الديني او علماء الدين يطرح الطرح، العلم اثبت عكسه، ونبغى نبدا بالكره الارضيه هي مسطحه ولا كرويه؟ زي ما انت يعني في خوف انه في كلت دحين، فبس ابغى طيب ما اعرف كيف حتى حخش في هذا الموضوع من ناحيه التعارض بين العلماء، اصلا بينهم في تعارض في الطرح القديمين والحديثين، وايش اسوي؟ طيب دحين قالوا شيء وما هو يعني دحين علميا نعرف ان الكره الارضيه كرويه، نعرف ان الكره الارضيه تدور في المجره، ايش المخرج هنا؟ جاء الحين بيعالج الانسان ما يتعلق في الارض مسطحه، فاللي اعتقده ان الدلائل الحسيه التجريبيه تدل بالضروره القطعيه على كون الارض ايش؟ كرويه، على كون الارض كرويه. جيد. طيب يقول الله عز وجل ان 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 والا الارض كيف سطحت، على سبيل المثال كاحد الدلائل المتعلقه بسطح الارض. لاحظ القضيه اللافته للنظر، اوليا ان في تاريخ الاسلام، اذا نظر الانسان في التاريخ الاسلامي سيجد ان هنالك عدد غير قليل من علماء الاسلام قرروا كرويه الارض، بل بعضهم استند في تقرير كرويه الارض على ظواهر الكتاب والسنه. يعني ليست المساله عنده يعني حتى ان 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 خلق نوع من انواع التعارض، قال لك بالعكس ويستجلب. يعني عندك الامام بن حزم، عندك كتاب اسمه الفصل، نقل مو بس قرر كرويه الارض، نقل اجماع علماء المسلمين على كرويه الارض، واستدل مثلا بيقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، مثلا قضية الدحي زين دحاها، مثلا في أدلة معينة، مثلا قضية مد الأرض، وإن إن إن هذا المد إنما يتأتى بالشكل الكروي، لأن في النهاية إذا مديت ووصلت إلى أرض مسطحة فخلاص سينتهي المد عند حدود معينة، بخلاف إذا كان شكل الأرض كروية فممكن يستمر المد يعني بين قوسين إلى ما لا نهاية، يعني يستمر بسط الأرض ومدها. طيب ماذا نفعل في مثل قول الله عز وجل إلى الأرض كيف سطحت؟ فيقال في الحالة هذه الأمر سهل، إن يعني بالنسبة لعين الناظر يعني، والعلماء الإسلام متقدمين يعني، في الإمام بن حزم، أبو حامد الغزالي، الرازي، المسعودي، الإمام ابن تيمية، كثير نقلوا كروية الأرض. ولما تكلموا عن قضية تسطح الأرض يقول لك الكرة كلما تضخمت، كلما صارت الكرة ضخمة جدا، فالواقف على جزء من أطرافها يشاهد القطع اللي هو واقع عليها منبسطة أنها مسطحة، يعني ليست مشكلة هذه. ولذا يعني أبي أذكر مثال حتى أوضح المسألة بطريقة جيدة. يعني مثلا الله عز وجل في قصة ذي القرنين إيش قال؟ قال في الشمس أنها تغرب في عين حمية، تغرب في عين حمية. لما يرجع إنسان لكتب التفسير من زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لن تجد أحد من علماء الإسلام يقول لك إن ترى الشمس في نهاية النهار تغطس داخل عين ماء، إن الشمس اللي هي أكبر من الكرة الأرضية في نهاية النهار هنالك عين ماء في الأرض، تجي الشمس وتقترب من الأرض ثم تغطس وتغيب فيها لتخرج منها في اليوم الآخر. ما حد فهم هذا الفهم. طيب ما الذي فعلوه؟ طيب إيش السبب إن ما حد فهم هذا الفهم؟ لأن المقطوع عندهم وينصون على هذا المعنى أبو حامد الغزالي، اللي هو قصة إن الشمس يمدركين إنها أكبر من الكرة الأرضية أصلا، ومدركين إن لها مدار ولها مسار معين، وإنها لا تغوص في كرة أرض في نهاية النهار. هذه معلومة كانت بدهية موجودة عندهم. فلما قرأوا قال الله عز وجل تغرب في عين الحمية، قالوا إيه وتغرب في عين الحمية، المقصود بها في عين الرأي، يعني مثل ما الإنسان واقف على شاطئ البحر ويشوف الشمس قدامه في لحظة الغروب فيقول لك إن غربت الشمس في البحر، أو غابت الشمس خلف الجبل، عادي تعبيرات. إحنا لازلنا في لغتنا الدارجة اليوم نقول أشرقت الشمس، غربت الشمس، مع أن ما كنا مدركين إن هذه الظاهرة الطبيعية، ظاهرة الشروق والغروب، عائدة إلى حركتنا نحن، حركة الأرض مش حركة الشمس.
طيب ليش نعبر بهذا التعبير؟ إيه ولأن اللغة العربية لغة واسعة، لغة الناس لغة واسعة، ف يعني يتسمع في مثل هذا. ما يقال بالضرورة إذا قلت أشرقت فأنت تنسب فعل الشروق إلى الشمس، بمعنى هي اللي تحركت وطلعت، لا ما يلزم. في نفس القصة يعني لما يقول الله عز وجل تغرب في عين حمية، مثل ما تقول غربت الشمس وفي البحر، وأنت تعبر بهذا التعبير وأنت مدرك أن هذا نوع من أنواع التعبير البلاغي الجمالي اللي يعبر عن 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 انطباعك الشخصي أو انطباعك الذاتي لما تشاهد الشمس. فنفس الشيء إلى الأرض، يعني الله عز وجل أصلا جاء سياق إلى الأرض كيف سطحت في مخاطبة البشر في التأمل والتفكر، فكل إنسان يتفكر في نعمة الله عز وجل أن الأرض سطحت له، لأن لو لم تسطح الأرض له لا حصل الاشتباك والإشكال. فضل. أحتاج تعليق على الشاشة، حقرأه ما أدري الشباب حيحصلوا ولا لا. هذا تعليق من إبراهيم ظاهر، يقول لك طب في علماء مسلمين قالوا أن الأرض مسطحة، أيه. ما أعرف حقيقة هذه المعلومة من عدمها، اللي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه والإمام القرطبي، والعلم عندي أدلة علمية الأرض مسطحة، مو لازم تورينا أدلتك العلمية يا إبراهيم، بس تعليقي على الموجود علماء مسلمين يقولوا عكس ذلك. إيه ما يضر، أنا قصدي في سياق التاريخ القديم، يعني لازم بعد ندرك أن طبيعة العلوم الطبيعية التجريبية تتطور، جيد تتطور، فكون الإنسان مثلا يعني لم تبلغ الإشكالية العلمية درجة معينة حملته على اعتقاد معين، لا يلزم بالضرورة أن يصصحبه في كل حال. هذا رقم واحد. رقم اثنين، زين، إن هل وجد؟ نعم وجد، لكن في المقابل وجد من يناقض هذا القور، وأنا أزعم أنهم الأكثر، بل مثل ما ذكرت يعني ابن حزم نقل الإجماع على القضية هذه، نقل إجماع العلماء، هو متقدم مثلا على القرطبي، مثلا الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى نقل الإجماع على هذه القضية. فنحن أمام حالة، يعني خلنا نأخذها في السياق التاريخي القديم، إن هل وجد يعني خلنا نقول في البشرية ما كان يعتقد بسطحية الأرض؟ نعم، يعني حتى خارج الحضارة الإسلامية فلسفة اليونانية تجد من يعتقد بسطحية الأرض، من يعتقد بكروية الأرض، جيد. فالبواعث، يعني السؤال الحين محركا بالبواعث، ما البواعث اللي حركت الإنسان من هؤلاء مثلا في التاريخ والتراث الإسلامي لاعتقاد سطحية الأرض؟ هل البواعث الموجودة اللي هو سياق العلوم الطبيعية التجريبية الموجودة في زمانه؟ هذا احتمال من الاحتمالات. واحتمال آخر اللي هو ظواهر، يعني ظواهر الكتاب والسنة مثلا، فنقول إذا كان الموضوع معلقا بالمعارف الطبيعية التجريبية الموجودة في سياقاتهم الزمنية فما عندنا إشكال، لأن الطبيعي